السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي بتشرب مشروبات غازية وفاكرة إنها بتساعد في عملية هضم الأكل وكمان بتمنع الانتفاخ والإمساك ومش عارفة خطورتها، في 60 ثانية هقول لك على أهم التغيرات اللي بتحصل في جسمك بعد ساعة من شرب المشروبات الغازية. في أول 10 دقايق بيدخل في جسمك 10 معالق سكر مرة واحدة، يعني كمية سكر رهيبة بتدخل جسمك. بعد 20 دقيقة بيزيد إفراز هرمون الأنسولين في الجسم وبيوصل لأعلى مستوى ليه وبتبدأ مرحلة تخزين الدهون. بعد 40 دقيقة بيمتص الكافيين ويبدأ ضغط الدم في الارتفاع ويعرض القلب لاضطرابات ومشاكل صحية. بعد 45 دقيقة بيفرز الدماغ مادة الدوبامين فبتشعر بالسعادة. بعد 60 دقيقة بيفقد الجسم كتير من العناصر الحيوية في الأمعاء. من الحاجات برضو اللي بتحصل نتيجة شرب المشروبات الغازية إن الأحماض الموجودة في المشروبات الغازية بتبدأ تحل في العظام مكان الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والحديد والنحاس والبوتاسيوم والمية، فتقل الكتلة العظمية ويسبب هشاشة في العظام ويعمل تسوس في الأسنان. بيحصل اضطرابات في مستوى السكر في الدم ويعرضك لتقلب في المزاج بشكل فجائي. يحصل اضطرابات في القولون مع انتفاخ في البطن وإسهال أو إمساك بسبب مادة الصودا اللي موجودة في المياه الغازية. دي أهم التغيرات اللي ممكن تحصل في جسمك بعد ساعة من شرب المشروبات الغازية.